أصل الفكرة معكس بحب واقع الأسرة وكيف ست البيت يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرة أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن مرحبا بكم من جديد كل المشاهدين الأعزاء وهذه الحلقة هي استكمال لمن قطع من حديث في حلقة سابقة عن أطفال التوحد. في هذه الحلقة نتناول أهمية التعليم لأطفال التوحد وما هي الاستراتيجيات المتبعة في السودان واختلاط الأطفال التوحد بالمجتمع والأنشطة في المعاهد والمراكز. أيضا هذه الحلقة مع الأستاذة سمية عمر أحمد الأمين. تنهض بالبيت قيمة وقدرة أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن عامل بالحب مجتمع ومحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي حلقة اليوم من برنامج ست البيت. وست البيت في هذه الحلقة هي أيضا عن أطفال التوحد ومواصلة لما انقطع من حديث في حلقة سابقة من منزل الأستاذ سمية عمر أحمد الأمين. وفي معيتنا وصحبتنا في هذه الحلقة الأستاذ سامية محمد عبد المالك. أهلا ومرحبا بكم كثير. مرحبا بك أستاذ سمية من جديد. أهلا بكم ثاني ومرحبا بكم للمرة الثانية في بيتنا. اهلا بك كثير. ونرحب ايضا بالاستاذه ساميه محمد عبد المالك. اهلا بك. اهلا مرحبا. سعيدين كثير اليوم بوجودكم معنا. واطفال التوحد اخذنا جانب في الحلقه السابقه كتعريف اليوم واكتشاف الاسره واهتمام الام بطفله منذ السنوات الاولى واذا فيه اي مشكله ممكن يتوجه للمراكز المعنيه. لكن استاذ سميه الخطوات المتبعه من جهه المركز يعني بالنسبه لتاهيله ولتدريبه بالشراكه مع الاسره هي شنو في البدايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يمكن شعار أمنية أو مراكز أمنية في كل حتة إنه الأسرة أولا. فنحن عندنا قناعة تامة بأنه لو ما كان بين الأسرة والمركز في تعاون فتأهيل الطفل بيكون فيه مشكلة في قد يتأخر يعني. فبيقوم المركز بدور تدريب الأم أولا على كيفية اللي هي الخطة ما بين المركز وما بين الأم إنها تكون حتى حضور الجلسات مفروض الأم في البداية إحنا عشان تأهيل الأم أو تدريب الأم عشان تقدر تعمل الحاجة دي في البيت. فإحنا إذا جينا وقفنا في حتة إنه الطفل حيكون في المركز 3 أو 4 ساعات فحيكون في البيت أكتر. الساعات الأطول أكيد. الساعات البيت. أطول أكتر. الساعات اللي في البيت أكتر لأن هي في المركز. فعشان كده إحنا نحتاج إنه التدريب يكون في البيت أكتر من المركز. بمعناته الحتة المفروض نعملها إنه نأهل الأم أو ندربها تصل مرحلة إنه نفس الشغل في المركز ينتقل في البيت عشان تكون شكل الخدمة جاية من جهتي. والأم كيف بيتم تدريبها؟ يلا هو استدعاء الأم إنها لازم تكون تحضر مثلا الورش المحاضرات حتى الاجتماعات الشهرية بتكون عبارة عن مسمى اتفقوا عليه ولي الأمور إنه في الجزئية الفلانية إحنا دايرين نوصل للأم معلومات مثلا حتى المقياس مقياس لوفاز ده في طريقة الجلسات نحن بنملك الأمهات معلومات كيفية الجلسات مثلا بلوفاز. ثاني غير كده تدريبها تدريب فردي إنه تجي الأم تتدرب تدريب فردي على إنه طريقة الجلسة مع الطفل طريقة خلق العلاقة طريقة استخدام المعززات أثناء الجلسة ده كله بيتم تدريب للأم. وقبل ده كله إنه تحضر الجلسات الأولى يعني لأنه الطفل لما يكون قاعد مع الأخصائي هي تنقل طريقة الأخصائي إنه كيف بتعامل معه. وحتى لو مثلا بتقول لك أم والله عنيد ما بقول له كده لما تحضر الجلسة وتحضر إنها جلسة متكاملة حتى فيها تعديل السلوك مباشر في أثناء الجلسة فأكيد طبعا حيجيب نتيجة ويعني بفضل رب العالمين. المهم يعني الأم إنها تكون متفرقة للمسألة دي لأنها هي بتحتاج لزمن أكيد لتدريبها ولتوعيتها. فإذا كانت المرأة عاملة مثلا الأم يعني عندها دراسة عندها أي مشغوليات تانية يلا نحن دائما بنطلب يمكن ما الأم رب بنقول أكثر
اكثر زول بيكون قاعد مع الطفل في اليوم ساعات اطول، ساعات اطول يعني مثلا هو طبيعه العمل ممكن تكون مشغله وما عندها طريقه له عندكم خاله في البيت او بين اقرب زول ممكن يتعامل معه، او حتى الطفل التوحد مرات بيكون عنده حب لشخص معين، الشخص اللي بيقعد معه اكثر ساعات وعنده امكانيه انه نحن ندربه للحته دي بيكون افضل طبعا. طيب جميل الاستاذه ساميه، ونحن في الحلقه الفاتت يعني شددنا على أهمية الاكتشاف المبكر، يعني الأم دي لازم هي تراعي كل تصرفات طفلها لحد ما يتكلم، لحد ما يتعامل تعامل طبيعي مع المجتمع ويحصل له اندماج عادي ويخش الروضة عادي طبيعي. إذا كان في أي خلل لابد أنه من سنتين، نحن قلنا يعني مفروض من سنتين هو يمشي طوالي أو الأم تمشي به للجهات المعنية. وإنتي متخصصة في التدخل المبكر، التدخل المبكر ده هل بيتم فيه تأهيل الطفل نفسه ولا بيتم يعني خطوات بتكون شنو يعني دائما في المركز بنعني بها شنو تدخل مبكر؟ تدخل مبكر يعني الطفل اول حاجه بيبدا بالملاحظه، ملاحظه الام لطفله صح، وبتقوم تقارن التصرفات بتاعته بالاخرين بالاطفال مثلا اخوانه او اولادها له كده. ايوه يلا بعد لما تكتشف انه في سلوكيات ما طبيعيه بتمشي لذوي الاختصاص وبيودوه وبيقوموا بيعملوا له تشخيص وبيجينا في المركز يصنفوه تشخيص وبعدين يعملوا له قياس لدرجة الذكاء. والتوحد ذاته أنواع يعني في خفيف في متوسط في شديد على حسب الطفل. لما نيجي المركز أول خطوة نحن بنعملها معه بنضع خطة للطفل على حسب قدراته وعلى حسب درجة التوحد بتاعته. نعم. وبعد على حسب الخطة أنا بشتغل معه. من خلال الخطة بيكون في تدريب وتأهيل لقدام. والتدريب ده بيكون شكله شنو يعني على وسائل مثلا؟ التدريب ده برامج مستخدمة. عندنا برامج مستخدمة اللي هي برنامج لوفات وتيتش وبيكس وغراض عقل. ومن البرامج دي أنا باخد على حسب الخطة اللي أنا بضعها للطفل بشتغل معه. ومن خلال الشغل بتاعي بتكون بتدخل الام ذاته هو اللي هو تدريب الام معانا عشان الاثنين لما يكون معانا مع الام واخصائي التخاطب عندنا في المركز اخصائي بتاع التخاطب بنشتغل كفريق متعاون مرتبطين مع بعض. هل يعني وجود الام ذاتها مع طفله بيدعمه هو في انه يستوعب مثلا بسرعه اللي هو مستغير حتى يعني في المركز بانه نفسيا يكون مرتاح نفسيا للمركز؟ احيانا بتعلم بها بعض الاطفال بعيد في انه تدربيه، لكن هي لما تتدرب بعيد منه احنا بنفضل بعد ذلك نجي ندخلها معاه الفصل عشان ذاته تقوم تحضر معانا الجلسات وتعرف كيف تتعامل معاه في البيت. طيب استاذه سميه، واهميه التعليم بالنسبه لاطفال التوحد بشكل عام، يعني ما في ناس كثير يقول لك يعني حتى لو قرا يعني حيصل الثانوي بس مثلا او في ثامن او ممكن ما يستمر، يعني ليه انا اقري وممكن يتعلم لي مهاره ممكن يعني خاصه البنات يعني الوحده لو بتعرف مثلا ترسم او تطريز او تعمل خلاص نعلمها الحاجه دي وما في داعي يقروا او يكتبوا حيمشوا بها وين. كثير من الناس عندها الفهم ده، اهميه التعليم بالنسبه لهم شنو؟ هو مش التعليم بس يعني هو التاهيل او الخطه التاهيليه او التدريبيه بالنسبه لطفل التوحد بتكون فيها حاجات كثيره مصاحبه. اللي هي اولا هي اشاعه الذات انه طفل التوحد يقدر يساعد ذاته ما يحتاج لاي زول لقدام، وقد تظهر مهارات اعلى وبتفوق من الاطفال العاديين. يعني يمكن انا عندي طفل للاسف توحدي هو عمره تقريبا 12 سنه ظهرت فيه براعه في انه يعمل من الصلصال عربات السباق. انت لما تشوفيها تتخيلك انه يدوس زر هي حتمشي بمواصفات عربة السباق، يعني قد تظهر مهارات كثيرة. فهو التدريب أو الدراسة ما تكون أكاديمية مثلا بحتة، في أثناء ما نحن شغالين في أنه مثلا نتلقى التعليم الأكاديمي تظهر المهارات، يكون في توجه لمهارته دي أنه بعد ذاك ممكن يمشي يقرأ الجامعة. وفي أطفال توحد وصلوا الجامعات، يعني في طفل إسبيرجر نموذج أنه امتحن شهادة سودانية السنة فاتت. فهو كل ما تقدمت له خدمه التاهيل والتدريب بقد بكل الحاجات انه الاسره معك في الخط وكده بتجيب نتائج. بيحصل له اندماج في المجتمع من يعني من خلال التعليم ووصوله لمراحل كبيره في التعليم؟ هو قد يحصل اجتماع حسب المتلازمات اللي كان عنده التوحد، يعني وقد يتفاعل مع المجتمع في مراحل. طيب جميل، وبرضه كثير من الناس يعني الواحد بعد ما يتعلم له مهاره كثير منهم بيمشي التدريب المهني فعلا وبيتعلموا اكيد يعني صناعات كثيره جدا من خلال هواياتهم ورغباتهم. يعني
فهل بتجيبون يعني بيجيبون المطاف هنا؟ خلينا ناخذ مثال يعني عندنا في السودان بيتوقفوا يعني في حته انه مثلا الواحد وصل تدريب مهني وخلاص يعني يمشي يشتغل ولا غيره، ولا ممكن يواصل دراسته يعني؟ ممكن يواصل لو في تدريب اعلى ويواصل، وفي تاهيل بيتاهل ما بيقف لحد هنا. انتوا بتبدوا معاهم في المهارات دي من الاساس؟ احنا بنبدا من هو من التدخل المبكر ونبتدي معاه لحد ما يمشي المدرسه. بتشتغلوا على اكتشاف الهوايات والمهارات؟ ايوه، ما في مهارات خفيه. انت ما بتقدري تتعاملي معاه الا لما تكوني معاه في الفصل، بتقومي تكتشفي مهاراته وقدراته. في بعض الاطفال ما بيصيروا سريع الا بمرور الزمن، بطيئه بتكون. ايوه بتكون بطيئه. أيوة. لكن تخيل لي برضه وجود المعلم لما يكون قريب منهم وقريب لنفسه ولنفسياتهم، يعني الواحد بيكون يعني بالنسبه لهم صديق. انت تتحليه، انت تدي الثقه وتتيح له مساحه. بالضبط، الثقه. ايوه تديه ثقه وتتيح له مساحه انه هو يتصرف بحريه. هذاك انت من خلال ملاحظاتك بتكتشفي المهارات بتاعته وبتشتغلي عليها، اذا كانت قويه بتقويها اكثر واذا ضعيفه بتقويها. طيب استراتيجيات التعليم المتبعه شو عندكم انتم في مراكز امنيه، سواء كان مركز الخرطوم او في عدبره؟ هو بتبدا من التدخل المبكر، وبعد ذاك يبدا مرحله التاهيل، وبعد ذاك بيكون مدارس صعوبات التعلم. مدارس صعوبات التعلم هو منهج الاكاديمي زي ما قلت لك قبل، انه بيكون منقع حسب مقدراته، وتتيح له فرصه في انه يجلس الامتحانات. والجلوس للامتحانات هل بيتم زيه وزي باقي الطلبه؟ بيجلس مع في المدارس الاكاديميه عادي ولا من داخل المركز، ولا الطريقه بتكون كيف بالنسبه لك؟ يلا اساسا هم درسوا طبعا باستراتيجيات معينه اللي حسب قدراتهم زي ما والامتحان بيجي بنفس الطريقه دي، بيجي امتحان ايوه خاص بذوي الاعاقه. فهو ما هو الامتحان اللي بيجي لكل الطلاب؟ لا بيكون الزمن واحد وجالسين في زمن واحد والتصحيح في نفس الفتره، ولكن ما نفس الامتحان. فهو الفرق بينه وبين ذاك انه التلميذ في الصف الثامن اللي هو بذوي اعاقته دي بيكون يمتحن عنه التلميذ في سابع اللي هو بيكون جايبين تلميذ عادي، ممكن يمتحن الامتحان عادي ويكون عنده درجه من التفوق عشان يقدر يوصل معلومه الامتحان. سواء كان الطفل ده يحتاج لمثلا تكرار او سرد للسؤال اللي هم حيوصل له المعلومه وبعد ذاك الاجابه حيكتبها الطفل بتاع السابع. فكده بيكون بالنسبه له. دي موجوده في كل ولايات السودان ولا هنا في الخرطوم؟ والله لسه انا بالنسبه لي ولايه نهر النيل يمكن السنه دي يعني في احتمال انه تحصل الحاجه دي. في بعض الولايات في كسلا امتحنوا، في بورسودان امتحنوا، هنا عندنا في جبل اولياء، والسنه دي حيكون الامتحان هنا في ولايه الخرطوم ان شاء الله. انتوا ساعين في مركز امنيه في عدبره انه يكون في مثلا يعني امتحان؟ ايوه ساعين، لانه يعني قد تكون الصعوبات التعلم طبعا انا بالنسبه لي جزئيه الصعوبات عشان التعلم. ما يجي الخرطوم يعني والمشوار بالنسبه لهم صعب، انه المفروض يكون هناك الحاجه دي ما دام اصلا جايه من وزاره التربيه والتعليم انه صدق لها في اي ولايه يكون فيه. فهي فقط بتحتاج للناس الواصلين للفهم بتاع انه ما هي وضع الامتحان يعني اختلاف الامتحانات فيه في نفس الزمن. نعم، فان شاء الله نتمنى انه باذن الله تعالى. اكيد كمان هم بيحتاجوا لآليات محدده، بيحتاجوا لحتى وسائل اللعب نفسها لازم تكون مختلفه عن الاطفال العاديين اذا توفرت واذا وجدت في المعاهد والمراكز، والترفيه لابد انها تكون مكتمله داخل المراكز. وحنرجع ان شاء الله بمحورنا ده عقب الفاصل، خليكم معنا مشاهدينا الاعزاء ولا نعود مره اخرى. يا نبض البيت تنهض بالبيت موجود راح. اهلا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي حلقه اليوم من برنامج ست البيت، وما زلنا بنتواصل معكم من منزل الاستاذه سميه عمر. واستاذه سميه اهلا بكم، استاذه ساميه كمان اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل يمكن توقفنا في نقطه مهمه جدا اللي هي وجود زي ما قلنا يعني لعب، ووجود كثير من الالات الممكن يعني تصغر لنا مواهبهم وتبرز لنا المواهب دي بصوره اكثر. يعني هل في المراكز هنا عندنا يعني على سبيل المثال يعني مركز امنيه هل موجوده وسائل تعلم؟ عندنا نحن مثلا في مهاره التركيز والانتباه عندنا بنشتغل مثلا الحصاله، الأسطوانة، المكعبات البلاستيكية. جميل. من خلال الطفل تشتغلي معه الحصالة بتكتشف قدراته، هل بيقدر يحمل القروش داخل جوا الحصالة ولا لا. دي برضو بتكون فيها انتباه وتركيز. وكذلك الأسطوانة هي عبارة عن حلقات بلاستيكية بركبها بالترتيب. في بعض الأطفال ما بيركبوها بالترتيب بيساعدوهم انتو؟ ايوه بالمساعده. لكن انا اول حاجه بديه وهو يشتغل براه، بيقوم بخطه مثلا الكبيره قبل الصغيره والصغيره قبل الكبيره،
هي اصلا من الكبير لحد الصغير. وممكن يستوعب من مره واحده اذا انت وريتيه؟ لا، من مره واحده الا كل مره توريه عدة مرات، لكن مع التكرار. مع التكرار بيشتغل، بس كلهم ما شاء الله بيجوا الحصاله والاسطوانه والمكعبات البلاستيكيه دي بيركبها في بعضها البعض، وواحدين بيعملوها عربات يلا هنا قدراتهم بتسهر. صحيح. في واحدين بيشكلوها على حسب مهاراتهم. وفي واحدين منهم يعني بنلقاهم من هواة الرسم كم توفر لهم تفاتر للرسيم؟ عندنا هنا الأنشطة من عندنا نشاطات وعندنا رياضة في الأنشطة. عندنا التلوين بتديه مساحة إنه كيف هو لسه ما بيعرف يمسك القلم. صحيح. لكن بتديه القلم على أساس إنه هو يتدرب يشخبط. بعد ذلك عندنا رسوم بيلون داخل الإطار. وعندنا اللعبة الجماعية، اللعبة التخيلي، دي كلها من الأنشطة اللي احنا بنستعملها في المركز. جميل والله. المنافسات مهمة جدا يا أستاذة سامية بالنسبة للأطفال عموما في المدارس. إذا وجدت بنلقى يعني لما يكون في تنافس بين الأطفال بنلقى في تميز، يعني كل واحد بيحب يبرز الحاجة اللي هو بيميليها أكتر يعني. فهل أنتوا عندكم يعني برضو يعني أهمية للحتة دي، واضع اللي مثلا يعني أهمية وبعد ذاك بيتم ممارسة داخل المراكز؟ عندنا فعلا الجزئية دي اللي هو يعني لما مثلا نجيب الموسيقى يكون قد يظهر انه واحد من الاطفال ده المحب جدا للموسيقى ويبرز مهارة انه يغني مثلا او يعمل حركات انه يعني مثلا بالموسيقى. وممكن مثلا الالعاب الرياضية يعني مرات عندنا نحن فرصة انه نطلع اطفالنا للساحات اللي فيها الرياضة برضو قد تظهر لي مهارة الجري، وهي مرات بيكون في مسابقات عديلة وهسي الأولمبيات اللي بيمشوا فيها اولادنا ديل هم من ضمن ذوي الإعاقة يعني. نعم. لا فهي متاحة لنا بالنسبة لنا إنه ممكن من خلال الألعاب والأنشطة تظهر لنا المهارات بتاعتهم. أنتوا حريصين عليها مثلا في كل موسم مثلا أو في كل سنة؟ نعم نعم حريصين عليها جدا يعني، بنحاول بقدر الإمكان نجود يعني حتى شكل الخدمة بالنسبة لهم عشان نصل لنتيجة أسرع. لأنه نجيب الناس اللي عندهم مختصين في الحاجات دي يعني، ما هنشتغل نحن كمثلا مشرفين ولا مشرفات ولا كده، بنجيب اللي عندهم علاقة بالحاجة دي وتكون بمعدات وبأدوات الأصل بيشتغلوا بها. دي مقسمة ضمن أوقات الترفيه بالنسبة ليون يا أستاذة سامية؟ عندنا الأنشطة دي بتعتبر ترفيه. وعندنا اللعب مع بعض، اللعب الجماعي واللعب التخيلي يعني دي كلها. وعندنا الرياضة برضو بتتيح لهم مساحة ترفيهية مع معلم الرياضة وهذا الأستاذ بتاع موسيقى. نحن قبل يمكن في كم محور توقفنا في أهمية التعليم أو يعني خلق جو مناسب من الأسرة ومن المركز. نحن قبل قلنا الأسرة دورها مهم جدا ودورها كبير. أكيد. في دور الأسرة كمان في جانب الترفيه شنو؟ هل الأسرة تكتفي بأنه في المركز عنده ترفيه مناسب؟ عندنا نحن رحلات ترفيهية. أها. والأسر. الأسر بالنسبة تكون مشاركة. لا عنها. اهتمام الأسرة أنا بقصد بمفردها بطفلة ده يعني مهم إنها ترفي عنه مثلا يعني أستاذة سامية سمية. والله ده طبعا على حسب الوعي والمفهوم، هل هو بالنسبة للطفل ده حيخدم. في أسر مقتنعة تماما إنه الجانب ده ممكن يخدم في الحتة دي، وما ننسى حتة الجانب الاقتصادي أو الوضع الأسري بالنسبة له المالي. صحيح. لو بقى متاح بالنسبة له ما عنده أفضل مشكلة. أفضل إنه يكون مثلا يمشوا فيه ورأسي. فيمكن المعيقات ممكن تقابل الأسر الوضع المالي بالنسبة له أو الدخل بالنسبة له إنه أسر مقتنعة بالكلام ده، لكن بيكون المعوقات حاجات تانية. أسر تانية. طيب أستاذة سامية، وأهمية اختلاطه بالمجتمع كمان، المجتمع ده بنعني به يعني الجيران يعني أصحاب الحلة غيره يعني، مهم النقطة دي إنه يكون جدا لأنه ده بيديك للتفاعل الاجتماعي. وأصلا هو عنده ضعف في التفاعل الاجتماعي، لما يكون في تفاعل اجتماعي بين الأصحاب وبين الجيران ده بيغوي من مهاراته. انتوا بتنصحوا الام او الاسره؟ بننصح الام بانه خليه مع الاطفال. ايوه تخليه تديه مساحه يلعب مع الاولاد، ما تدخله جوا البيت. وممكن يطلع برغابه؟ هي ممكن تلعب من بعيد لبعيده، تديه مساحه هو ما يحس بالرغابه. ايوه عشان هو ذات اصلا عندي طفل يعني كان حابسني لكن حسي امه قالت الا تجري تجيبه من الشارع. لانه راح يطلع مساحه. تحت لي مساحه انه يلعب مع الاطفال. واسي عادي قالت بيطلع وبيلعب وبيجي راجع. فنحن نديهم الثقة في نفسهم ونراقبهم من بعيد لبعيد. أو ممكن أخوانه مثلا الأكبر منه ممكن يراقبوه. أيوة يعني ممكن ممكن بس دول يكون واعي عشان هو ما يحس بأنه والدته أو والده مثلا معه. صح. يلا في الحتة دي ممكن تكون الأم ما تقدر تخدمك فيها 100% لأنه بتكون عندها الحماية الزايدة.
يعني في بعض الامهات الخوف الزايد لانه الطفل غير عشان كده تكون حمايتها زايده ما بتحق يعني انت تكون عارفه انها في الحته دي ما بتخدم في الطفل. هي بتكسر في حاجات يعني مثلا الطفل اللي كان مقفول مجرد ما فتحوا الباب حيكون عنده الدفاعيه حيجري هيجري يعني صحيح هي لو فرضت له مساحه من الثقه انه ممكن تراغب لكن عن بعد من غير هو ما يعرف شويه شويه لحد ما يتعود عليه انه هو يقدر يتحرك بحريه. في واحدين بعد التحاقهم بالمراكز دي برضو الواحد تلقيه منطوي يعني بعيد برضو يعني ما بيحب الاختلاط يعني ده بيكون تكسير مثلا يعني من الاسره تكسير من المحاد بيكون اسبابه شنو؟ يلا قد ما يكون تكسير قد يكون استجابه الطفل للحاجات اللي هي جايه وتهيلي من برا هو دواده كده انه هو استجابته ده حدها هنا وقد يكون مش متاخر مثلا ايوه التاخير ما قبل انا قلت لما هو يجي متاخر بتكون الحاجات النمطيه اللي هي ظاهره في التوحد ثبتت لانها قعدت معاه مده طويله وحصلت بينه وبين الفه عشان كده ما بتطلع سريع. صحيح استاذه سميه وزي ما قلتي هي فعلا يعني الانطوائيه اللي ممكن تكون مستمره مع الطفل قد تكون اسباب يعني خاصه به هو مثلا يعني حتى لو كان تاخره هو في التحاقه بالمركز او بالجهه اللي ممكن تساعده في انه تخفف من الحاله اللي هو موجود فيها يعني التاخر من تعليم من غيره. خلينا نمشي لاستاذه ساميه ونتعرف على التدخل المبكر يمكن نحن قبل قلنا في المركز لما نقول تدخل مبكر اللي هم الاطفال اللي بيجوا في وقت مبكر او في مرحله مبكره. الناس اللي بيجوا من الاطفال اللي بيجوا من عمر 7 سنوات وست سنوات هل بيتم فصلهم من الاطفال اللي عمرهم سنتين ولا كلهم بيكونوا موجودين في قاعه واحده؟ ما قبل قلت لك على حسب التشخيص. اها هو بيجينا على طيب بيتم فرزه داخل المحل داخل المركز. اها إذا هو تدخل مبكر بيكون معانا في التدخل المبكر. إذا بيمشي للتمرين ممكن يكون تدخل مبكر لكن عمره 4 سنوات هو ما أو 5 سنوات تدخل مبكر من 3 سنة لخمسة سنوات ده بيكون في عمر التدخل المبكر. يعني الناس 3 سنوات والسنتين مع الخمسة سنة كلهم بيكونوا في فصل واحد السنتين ما بالشخص إلا يتم 3 سنة حتى يخضع للتشخيص لكن ممكن يكون قاعد معنا. طيب ناس السنتين ديل ما فيهم امهات عرفوا اطفالهم من عمر سنتين وعرفوا الحاله بعد عليه خطه بيشتغل معه بشتغل معه لحد ما يتم 3 سنة ويتشخص بعد ذلك بضع عليه الخطه بتاعته على حسب التشخيص اللي بيجيبوا بيه ديل بيكون سهل التعامل معهم والله هي ما انت مدربه بتقدر تتعاملي معه على حسب مهاراته وعلى حسب سلوكياته على حسب سلوكياته المختلفة بتتعامل معها. عارفة كثير من الأمهات نلقاهم ما متقبلين المسألة دي ورافضين ليها تماما وللأسف الشديد يعني حتى في الزمن ده رغم إنه الزمن ده الزمن معرفة وزمن علم وزمن إنه الأم تكون ملمة باحتياجات أطفالها وبإنه طفلها ده عايش شنو طفلها ده حالته شنو يعني ده زمن بنعيشه يعني زمن رهيب يعني الحمد لله في التعليم في العولمة في غيره يعني الما متعلمة أكاديميا وسائل الإعلام علمت السوشيال ميديا علمت الناس فأهمية وعي الأم وإدراكها وتصالحها مع نفسها بوجود مثلا يعني حالة خاصة عند يعني طفلة مفروض تمشي بيه أهمية شنو بالنسبة لي؟ طبعا مهم لأنه المجتمع يتخلص أول حاجة من الوصمة إذا كان أي أسرة فيها طفل فيه ذوي احتياجات خاصة أو ذوي إعاقة فالأسرة لو ما تقبلت الطفل هي من الداخل ما حتقدر تطلعه للمجتمع يبقى محتاجة إنه يكون في تنوير للمجتمع عامة لأنه الطفل ما بالأسرة بس صحيح مفروض يطلع الشارع مفروض يطلع الجامع مفروض يطلع الدكان كل الناس تكون ملمة بحالة الطفل ويكون الناس كلها مستواها في الفهم وصل درجة واحدة موحدة يبقى بعد كده نحن نكون طلعنا بالمجتمع وبالطفلنا بر الأمان الأمان وإنه ياخد تعليمه وياخد حقه وصل إعاقاته الثانية زيه زي أي طفل حقوق كلها تكون مسلم بها تماما فهي بتحتاج لحملة توعوية كبيرة يمكن تبدأ مثلا من المدرسة إنه أولياء الأمور إنه تتوضع لهم مثلا محاضرات تنويرية لوضع الأطفال ديل شكلهم شنو تدعم في الجوامع في الزوايا على أصغر النقاط في مجالس الحي فرض يكون في توعية لوضع الأطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة عشان الناس المجتمع يكون عنده تقبل يبقى لما المجتمع يكون عنده تقبل الاسره بالتالي حتكون زالت منها الوصمه بتاعت انه هي عندها طفل ذوي احتياجات التوعيه دي هي دور مينو مفروض مينو بيقوم بيه يلا التوعيه هي زي مثلا الناس اللي عندهم اختصاص بذوي الاحتياجات الخاصه والاخصائيين النفسيين وكل انا بفتكر انه كل المرشدين والباحثين ومعلم التربيه الخاصه اي زول عنده علاقه لصيقه بالاطفال او انه حيكون
مفروض يكون هو يلقي الأطفال حاجات معينة، مفروض يكون هو مرشد للناس. جميل. وهو يعني الأم بقدر ما إنها هي ممكن تكون شايلة هم إنها ممكن تمشي المحل توديه، وممكن تجيبه متابعة الدراسة، ممكن يكون في بطء في التعلم، ممكن في الفهم نفسه، بقدر ما إنه هي تعب في مرحلة من المراحل، لكن هي حترتاح مستقبلا لأنه حيكون اعتمد على نفسه، حيكون عرف كثير جدا من أمور حياته، من أمور دينه، وأهلته يعني أهلته تأهيل سليم من خلال المدرسة أو المركز اللي هو صحيح. أنتوا بتلاحظوا في فريق أكيد يا أستاذة سامية يعني فعلا في الحتة دي. يمكن كمان الأسر الحاجة المفروض تصلهم يوعوا فيها إنه دائما لما يكون الأسرة عندها أطفال ما عندهم مشاكل، متفوقين، وعندهم طفل ذوي إعاقة، بيوجهوا حاجاتهم كلها للمتفوقين على أساس إنه ده حالقة من وراه. فأنا دائما بقول للأم أنت أرجعي، اللي حيكون أحول للخدمة ومحتاج إنه يساعده منه حيكون محتاج الطفل ذوي الإعاقة، لأنه الزمن ما مضمون، الأم ما مضمونة إنها تعيش مثلا أو حتى زور اللي بيساعده لصيق، ويبقى التأهيل الأولوية للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني توجه كل حاجة الأسرة للطفل اللي عنده مشكلة، يعني لأنه أخوانه بيكونوا هم قادرين على تحمل المسؤولية. صحيح. وهو المحتاج. أنتم من خلال يعني وجودكم في المراكز والمعاهد، وخاصة في مركز أمنية في فرع عطبرة، يعني الأطفال الواحد بعد ما يصل مرحلة سابع وثامن وعمره يزيد وهو موجود معك في المركز، الفريق شنو بتشوفوه في حياته، التغيير الحاصل حتى بالنسبة لطفلك كنموذج معك في البيت؟ يلا التفاعل الاجتماعي، إنه أول حاجة يعني بتصحر عليه وإنه بيجي خلاص يتفاعل مع المجتمع. الحمد لله. هو الطفل توحد شنو نحن زينا نصفه، إنه الطفل قاعد في قوقعة. صحيح. محتاج إنه تتكسر القوقعة عشان ندخل نعيش معه حياته، نطلع نحن للمجتمع برا. فده من الحاجات اللي بتكون مثلا ثبتها له انه يدرب من بدري ويتاهل ولقى اليد اللي ممكن تساعده انه يتفاعل مجتمعيا، وانه يتخلص من كثير من السلوكيات الموجوده، وانه بقى يدافع عن نفسه ويساعد نفسه بانه مثلا مساعده الذات، ابسط حاجه انه بقى ياكل براو ويشرب براو، يعني يعمل حاجاته كلها. دي كلها حاجات بالنسبه لنا احنا. نعم. بتكون دافع. صحيح. جميل جدا. اذا دي النتائج المرجوه اكيد بعد تعليمه، بعد التحاقه بالمركز المعني او اقرب محد، اقرب مركز بالنسبه للام وللاسره مفروض هم يتجهوا له. وزي ما قلنا من شويه نحن حنشدد مره ثانيه على الاسر انه اي ملاحظات على طفلك يعني للام تحديدا من عمره سنتين مفروض انك تمشي لجهات المختصة عشان ما تعرفي طفلك ده الخطوات الاولى بالنسبة له شنو، لانه التأخير ما في مصلحتك ولا في مصلحة طفلك. شكرا لكم كثير استاذ سمية عمر احمد الامين، شكرا سامية محمد عبد المالك، شكرا على الكلام الطيب الجميل. كل ستات البيوت ان شاء الله يكون استفادوا اليوم من حديثكم اللي قدمتوا لنا عبر حلقتنا. شكرا لكل المشاهدين، لحد ما نلاقيكم ان شاء الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيا كل الفريق العامل، في امان الله. أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة، من حي لحي نتلمى سوا، نطرح أفكار، نتناقش في حكمة ووقار، والتجربة ذات في كل مشوار، وهدفنا وطن عامر بالحب والتمع ومحب مطرح متعاون في الخير، مطلع باكر بقى خير.